عليكم، شكرا بزاف شوف تي في على التغطية ديال الحفل ديال الريستوران ديالي أميرة. شكرا للزارتيس كاملين اللي جاو، والله إلا فرحت بزاف وما كنتش كتخيل هاد الكم الهائل الناس اللي غايجيو. الله سمحنا بالجيران والله العظيم، شكرا بزاف شكرا. اليوم احنا كيف ما كتشوفوا جينا نفرحوا مع خانا وحبيبنا احمد شوقي اللي فتح مطعم ديالو اميره في طنجه، وحنا فرحانين له وكنتمنوا له التوفيق ان شاء الله، الله يوفقه. احنا هون في مدينة طنجة، احنا حاضرين لافتتاح مطعم من عند خونا وصديقنا وزميلنا الفنان احمد شوقي، واللي ان شاء الله كنتمنى له مزيد من التألق في حياته الفنية ومزيد من التألق في حياته المهنية، وان شاء الله بطول عمره وسلامته وصحته. وتحية للناس اللي حضروا، تحية للفنانين كاملين اللي جاوا يدعموه، وان شاء الله نسمعوا عليه اخبار زينة، وحياكم الله. السلام عليكم، ماريا اليوم حاضره معنا، حاضرين في الافتتاح ديال مطعم اميره صديق الفنان احمد شوقي. بهذه المناسبه كنتمنوا له النجاح. الاستثمار مهم بزاف في الحياه وخصوصا الفنان، باش كيجبر على من يعول، الفنان كيجبر على من يعول. شكرا لكم شوف تي في، وانتم معنا في هذا العرس هذا، والله يكمل على احمد شوقي بالخير، وتحياتي معتز ابو زوز. انا جدا مسرور انني اليوم مع خويا الفنان احمد شوقي بمناسبه الحفل ديال الافتتاح ديال المطعم ديالو، وكنتمنى ليه كل خير سواء في المسيره الفنيه ولا الحياه الشخصيه ديالو. وكان كما قلت لك انا جدا مسرور بالتواجد ديالي من بين هاد الفنانه الكبار والنجوم المغاربه، والله يكمل عليه بالخير ان شاء الله يا رب. السلام عليكم، انا اليوم فرحان جيت عند الصديق ديالي، وشكرا اللي غيتكبر بيا وعرضني الافتتاح المشروع ديالو ريستورون اميره، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله وينجح المشروع ديالو ويرجع للساحه الفنيه كيف ما اعتدنا وكيف ما تعودنا عليه. الله يسخر الجميع وشكرا لشوفتك، تحياتي.